السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى، نجدد اللقاء بكم من جديد وأتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم سوف نوضح الكثير من الأمور بخصوص الناس اللي راح يجيبوهم الإيطاليين أو السلطات الإيطالية إلى هذا المركز. إخواني الأعزاء، هذا هو المركز المؤشر بالسهم، تشوفوه هذا هو المركز الجديد، طبعا يحوي أكثر من 288 شخص. وقد توجهت السفينة الإيطالية العسكرية ليبرا، غادرت الاثنين جزيرة لامبيدوزا، يعني من يوم الاثنين أخذت معاها 16 واحد، طبعا من هذا القارب وصل حديثا، ومن المفترض أن تصل الأربعاء إلى المركز وعلى متنها 16 مهاجرا إخواني الأعزاء ذكور، 10 من بنغلاديش و6 من مصر. وكان خفر السواحل الإيطالي قد اعترض القاربين هذو اللي كانوا يعني اللي كانوا راكبين بها يوم 13 تشرين الأول أكتوبر، وكان هؤلاء المهاجرين فيهما وكانوا قد انطلقوا من منطقة طرابلس في ليبيا. إخواني الأعزاء، في أسئلة كثيرة، قال لك هل الموجودين في إيطاليا سوف يرحلون إلى هذا المركز؟ لا، تحديدا القادمون من البحر وتحديدا إخواني الأعزاء الذكور. طيب، من هم المهاجرون الذين سيرحلون إلى هذه المركزين؟ المهاجرون الذكور البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في المنطقة البحر والإنقاذ في المياه الدولية. لو تشوفون إخواني الأعزاء، هذه هي منطقة عسكرية ألبانية متروكة، اللي تشوفون هذا هو البناء الحديث، تشوفون هذا هو البناء الحديث. لو تشوفون هنا بعد اكو سيارات لان يطورون به. هذه هي تجربة بحسب وزير الداخلية الإيطالي، قال هذه تجربة من الممكن ان تنجح ومن الممكن ان تفشل. طبعا هذا مركز من مركزين باقين، واحد في منطقة اخرى غير هذه المنطقة، هذاك المركز حتى في زنازين، يعني ممكن يسجنوك، وهذا المركز أيضا يحتوي على زنازين إخواني الأعزاء. هذا المركز يديره 300 شخص من الإيطاليين، هذا المركز يديره 300 من قوات الشرطة وقضاة وكل الناس المختصين بهذا الأمر، الكاربنيري وغيرهم، يحتوي على زنازين للذين تم رفض طلبات لجوئهم. طيب، هذا المركز تحديدا إخواني الأعزاء، هذا هو المركز اللي يحوي 288، سوف تعالج به طلبات اللجوء لمدة شهر أقصى شيء. كيف؟ سوف يتم هذا الأمر عن طريق كاميرات، عن طريق الفيديو، يعني راح تجلس بغرفة مخصصة وتقابلهم تتكلم عن قضيتك خلال 28 يوم تحديدا أو شهر كحد أقصى. إذا لم يقبل ملف لجوءك سوف تحول إلى زنازين خاصة بسجن الناس المرفوضين، وبعدين تتحول إلى مركز آخر يحوي 144 شخص. هذا المركز موجود في المطار، يعني سوف ترحل مباشرة إلى بلدك الأصلي، وإذا تم قبول طلب لجوءك سوف يأخذونك من هذا المركز وتدخل إلى الأراضي الإيطالية. طبعا هذا المركز مراقب من قبل قوات الأمن الألبانية خارجا، والقوات الأمنية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين في الداخل تراقب عمل هذه المراكز. إذا إخواني الأعزاء، لو تعرفون هذا المركز سنويا السلطات الإيطالية تدفع لهم 160 مليون يورو جراء بس أجروا هذه ثلاثة مراكز شهريا أو سنويا، عفوا 160 مليون يورو. إذن إخواني الأعزاء، سيتم بداية إجراء الفحص الأولي على متن السفينة العسكرية قبل النقل إلى المركز الأول في ألبانيا في مرفأ شينغجين، حيث سيتم تحديد الهوية، ثم إلى المركز الثاني المبنى إلى قاعدة عسكرية سابقة في غجا دير. إذن إخواني الأعزاء، هذا المركز شوفوه، حتى هذا السجن القاعة الوحدة 12 متر تقريباً،
متر مربع محاط بجدار عالي وكاميرات مراقبة. سيتم احتجاز المهاجرين بموجب إجراء احتجاز إداري يقره محافظ روما بانتظار معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، والتي من المفترض أن تستغرق نحو شهر كحد أقصى، حسب مصدر لم يكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية. في أسئلة اجتني، هل الليبي ينحجز، الجزائري، التونسي، كل الذكور البالغين مهما كانت جنسيتك، عراقي، سوري، فلسطيني، لبناني، أي جنسية عربية، سوف يتم احتجازه في هذه المراكز تمهيدا ليشوفون هل طلب لجوء يقبل أو سوف يرحل إلى بلدانهم الأصلية. إذن أول 16 واحد اليوم يوصلون الأربعاء، 10 بنغلاديش وستة من الأخوة المصريين. ومثل ما قلنا سابقا، من مارس الشهر الثالث 23 توقفت عمليات، أو عفوا 24 شهر الثالث تم إيقاف استلام طلبات اللاجئين من الدول الآمنة المتمثلة بتونس ومصر. إذن إخواني الأعزاء، وضحنا كل هذا الأمر، الناس القادمين من الاتحاد الأوروبي والمرفوضين، هؤلاء ليس لهم علاقة بهذا الأمر، لن يرحلوا، فقط القادمين تحديدا من البحر. والناس الضعفاء يعني القاصرين، المريضين، اللي عنده توحد، اللي يعني عند أسباب خاصة تمنعه، سوف لن يتم ترحيله، فقط الذكور البالغين الأصحاء فقط، أما النساء لا، العوائل لا، فقط الذكور البالغين سوف يتم ترحيلهم إلى هذه المراكز تمهيدا يعني النظر بطلبات لجوئهم. أخوان، أي سؤال أي استفسار ضعوا لي إياه في التعليقات، وإن شاء الله نجاوبكم. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.